عليكم. سلام لكل متتبعي القناة أمينة كيشانيل. كيف كتشوفوا اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البسطيلة. البسطيلة اللي غادي نديرها بالدجاج، ولكن ما غاديش نديرها المرة حلوة، غادي نديرها إن شاء الله مالحة. بسطيلة مالحة غادي تجي زوينة في الصراحة بالدجاج. كيف كتشوفوا معايا هنايا، أنا عندي هنا تقريبا 2 كيلو وشي 200 غرام هكاك ديال ما بين الصدر ديال الدجاج والفخاد. حيدنا من الدجاج العظم ديالهم وخلينا غير الصدر ديالو والفخاد. ما درتهم هنايا كيف كتشوفوا معايا، ما كانش فيهم العظم نهائيا. هنا عندي خليط ما بين الكزبر والمعدنوس، معلقه كبيره ديال الهريسه، 2 فصوص ديال الثوم الحامض مصير، 4 كاس ديال الحامض العصر الحامض، عندي الخرقوم تحميره، الكمون وشويه ديال الملحه حتى هو غادي نديرو، وغندير الصوجا ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ هذا الكاس ديال الخليط الكهربائي، شوفوا معايا غادي ناخذ خلاط كهربائي غادي ندير فيه هادشي كامل اللي عندي هنايا باش نخلط هاد الشرموله مزيان مع بعضياتها. كيف كتشوفوا غادي نحط عليها هاد الحامض هذا صافي. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، ولا سميتها هاد الملحه ما غاديش ندير بزاف، غادي ندير غير شويه على حسب الذوق، لان عندي كلشي مالح، الهريسه الحامض مصير مالح والصوجة حتى هي غادي تكون مالحه. الصوجة تقريبا كان عندي تقريبا هنا انا 2 المعالق كبار، قياس ديال 2 معالق كبار صافي. غادي نخلط هادشي ان شاء الله، هو باش غادي نشرمل الدجاج وباش غادي نشرمل ان شاء الله سميتها البسطيلة في الاخر. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما تخلطت ليا هاك الشرمولة مزيان، هيا غادي ناخدها ندير واحد 2 معالق كبار، غادي نطيب بهم الدجاج، وفي الطياب غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه وشويه خليط ما بين الزيت البلديه وزيت الروميه بجوج بهم. غادي نحاول ندير 3 المعالق، غادي ناخذ اللي غادي يشرمل ليا هادشي، وهادشي غادي نخليه من بعد غادي نشرمله هو وزويته صافي، باش نزيد عليهم ان شاء الله هذيك الساعه الشعريه الصينيه صافي. ديك الساعه كيبقى لي في الشرميله الاخرى ديال البسطيله. غادي نشحر هاد الدجاج ان شاء الله وغادي نرجع معكم باذن الله. كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما طيبت هذاك الدجاج سلقت الشعريه الصينيه، كيف كتشوفوا هي سلقتها، وهنا عندي لي شامبينيون هنا درتهم باش ترقدوا ليا لي شامبينيون نوار. في نفس الوقت انا خديت هذيك الشرموله اللي كانت عندي شاطت كيف كتشوفوا، زدت عليها زيت بلديه وزدت عليها سميتو درت مع زيت بلديه، زدت على شويه الكزبر ومعدنوس هكا شويه غلاظ ماشي رقيقه بزاف. كيف كتشوفوا في الاول كنت طحنتها، غادي نخليها ان شاء الله تقلى مزيان عاد باش غادي نزيد على داك الخليط اللي عندي ديال الشعريه الصينيه وهذاك الشامبينيون والدجاج باذن الله، نشحرها ان شاء الله ونكمل معها. وكيف كتشوفوا هنا عندي انا هاد العطريه ديال المرقه ديال الكروفيت، غادي نزيد منها واحد المعلقه على هاد الشرموله اللي عندي هنايا، انا درت منها 2 معالق صراحه كتجي حتى هي بنينه صافي. هي شرموله عندي تقلات صافي. دابا ان شاء الله الخليط غادي نزيدو على داك الخليط ديال الدجاج وديال كيف قلت لكم الشعريه الصينيه صافي ان شاء الله، وغادي نكمل معها صافي. كيف كتشوفوا هذه الشرموله من بعد ما تقلات مزيان الشعريه الصينيه ها هي، صافي. كيف كتشوفوا هي خلطت مزيان هذيك الشعريه الصينيه مع هذا الدجاج هذا صافي. دابا ان شاء الله غادي نتسنى هاد الشامبينيون كيف بغيت غادي يترقد ليا مزيان كيف قلت لكم غير يترقد مزيان، غادي نزيدو على هاد الخليط اللي عندي هذا و
وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نعمر البسطيله وكيفاش غادي نطويها وندخلها ان شاء الله كيفاش غادي نديرها في الطياب ان شاء الله. كتشوفوا هنايا من بعد ما طبعا دي الدجاج هنايا شامبينيو ها هو طقد ليا مزيان حطيته شامبينيو استعملت انا هاد الماركه هذه اللي استعملت ودرت الزيت ونقطع. دابا غادي نخلط كلشي وبالنسبه لاباط غادي نستعمل لاباط فيلو ولا غادي ندير فيها ان شاء الله باش غادي نجمع هاد البسطيله هذه. خلط ان شاء الله هادشي مزيان وتقدروا ديروا فيها الخضره اللي بغيتي ديروا فيها الشفليفله هاكا الخضره هذه اللي اي خضره كترافق البسطيله تقدروا ديروها يعني بلاك من اختيار. انا اكتفيت غير بالشامبينيو وهاد الدجاج والشعريه الصينيه والزيتون وانتم ديروا اللي بغيتوا كل واحد على حسب شنو تشهي يكون فيها. صافي غادي هكا نخلط هادشي مزيان وغادي ان شاء الله ندوز معكم باش نوريكم باش غادي نغلف ان شاء الله هاد البسطيله. كيف كتشوفوا معايا هنايا انا ما عنديش المول العجيب هكا كبير على حساب باش ندير فيه البسطيله. دهنت هاد الصينيه كامله وهذه عندي صينيه ديال الاينوكس ها هي شديتها دهنت حتى هي بالزبده غنحاول ندير المول العجيب راسي يعني ماشي غير ما كاينش المول العجيب حنا غادي نحصلوا فيه غادي نثبتوا ان شاء الله هنا في الوسط. وعاد باش غادي نسرح عليه هذيك لاباط فيلو اللي عندي باش غادي نصوب المول العجيب ما لقيتوش ما كاينش ما كاين حتى واحد ما عنده هنايا وما لقيتوش في السوق وخاصني ضروري يجيني من المغرب والله ما نصنع واحد راسي ونصوب به الحلوه اللي بغيت. وان شاء الله دابا غادي ندوز معاكم كيف قلت لكم باش غادي نصوب ان شاء الله نسرح هذيك لاباط فيلو ونوريكم كيفاش غادي نعمر. كيف كتشوفوا هنايا انا دهنت اللاطة كيف كتشوفوا دهنتها بالزبده ودهنت لاباط فيلو بالزبده حتى هي من بعد ما ذوبتها. دابا غادي نخشيها هنا في هاد الجنيبات هادو صافي غادي ندير هادو غندهنهم كاملين وغادي ندورهم على هاد اللاطه وعاد باش ان شاء الله ديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي نكملها. كيف كتشوفوا هنا انا درت جوج الورقات صافي دهنت كلشي دورتهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة يعني درت غير خمسة دورات ديال الورقة ودوبلتهم يعني جوج ورقات كيف كتشوفوا هنايا عندي جوج ورقات شاطوا ليا أربعة ديال الورقات. انا غادي نعاود نزيد الوسط غادي نزيد هذه من الوسط وغنزيد هذا شويه في الجناب هنايا غنقسمهم ما غاديش نخليهم طوال غير باش نجمع بهم هاد القناه وصافي باش هاد الجناب ما تهبطش لي منهم الحشوه الا بقى شي جنب شويه طالع. عاد باش غادي ندهنهم بالزبده كيف كتعرفوا لاباط فيلو كتبغي الزبده بزاف هي كتبغي الزبده الا ما كانش الزبده راه ما كطيبش زوينه.
صافي كيف كتشوفوا دابا ملي دهنتها مزيان عاد باش غادي ندير الحشوه. بسم الله. شوفوا هنا بهذه الورقه هي اللي بديت بها، هي اللي غادي نغلف بها، هي الاولى غادي نقرب حدايا الزبده هنايا. ونبقى غاديه وكنلفف العجينه غير بشويه بشويه. صافي كيف كتشوفوا غادي نتبع بحال هكا. ضروري ديروا يديكم في الزبده وعاد باش تعاودوا تقادوا هاد لاباط مزيان، لان قبل ما درتوش يديكم في الزبده كتلصق وكتقطع. وهاد الورقه الاخرى اللي شاطت عندي هنايا انا غادي نعاود نديرها من الفوق. صافا هذيك الورقه اللي درنا من الفوق كتجمع لينا كلشي كيف كتشوفوا هنايا. نحاولوا نضغطوا عليها شويه صافي. دابا غندخلوها الفران على 160-170 درجه بحال هكا ونخليوها طيب على خاطرها ان شاء الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي باذن الله. كتشوفوا هنايا هذا هو الشكل النهائي اللي كيكون ديال هاد البسطيله. صبت معاكم انا درت ليها الخص من التحت من بعد ما قلبتها،
غادي ندير واحد الخص عاوتاني هكا خديته غير في النص ديالو، غادي نديرو غير هنا خفيف، غادي نحط فيه هاد البريوات هادو وهاد اللي انا ملي صوبت، صافي غادي نتبع بحال هكا. صافي وصلت هاد الوليدات هادو بمرتديني وهاد الزيتون، صافي غادي نقادهم بحال هكا في الجناب وفي الوسط. صافي بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، اللي بغى يدير كل واحد كيدير التزيين اللي بغى، انا اختاريت هذا الشكل هذا، وانتم شوفوا واش من شكل عاوتاني عجبكم تقدروا تختاروا وديروا بحالو. صافي انا اكتفيت بهذا الشكل هذا، نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وانا غادي نوري لكم كيف جات من الجنب. كتشوفوا معايا كيكون هذا هو ده الشكل النهائي من بعد ما كملتها، درت لها دوك الفرماج محكوك في الجناب كيف كتشوفوا كيفتح ليها اللون ديالها. وانا اكتفيت بهذا التزيين هذا، نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم حتى نتوما ان شاء الله. تقدروا ديروا الفرماج هكا يكون مقطع حتى هو الفوق مع ديك المرتديلات، تقدروا ديروا شي تزيين اخر، ولكن بصراحه راه كتجي زوينه هكا بلا باتفيلو، كتجيب الدجاج مالح كتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تاعت اليوم تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها باذن الله. وكيف كنقول لكم ديما اللي باقي ما اشتركش في القناه مرحبا به، واللي مشتركين كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه، وكنشكركم بزاف على المشاركه ديالتكم الفيديوهات اللي كتفرجوا ليا فيهم وكيعجبوكم. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه وانها تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده وشهيوه جديده باذن الله.